السؤال الرابع والأخير قبل أن أفتح المجال للأسئلة، يقول صاحب السؤال: عندي أخي بنى شقة فوق حوش العيلة في حياة الوالد، وتوا نبو نبيع الحوش، وهو يريد أكثر من حصة إخوته في الميراث، هل يحق له ذلك؟ أقول هذه المسألة منتشرة في المجتمع ويحصل بسببها الخلاف في بعض الأحايين، وهو أن الأب يأذن لابنه أو لأبنائه أن يبنوا فوق بيته في حال حياته. هو خلينا نقول مثلا باني دور أرضي، يقول لأولاده اللي يبي يبني فوق من بيتي يبني. هنا هناك فرق، إذا تنازل الأب عن السطح وقال لابنه تنازلت لك عن سطح المنزل ابني فوقه، وبنى الابن في حياة أبيه وصحته، فهذا البناء الثاني أصبح ملكا للابن. كيف أصبح ملكا له؟ لأن الأب وهبه له حال حياته. كيف كانت الهبة؟ بتنازله عن السطح، سواء كان محررا مكتوبا أو كان شفويا بشهادة الشهود، خلاص أصبح الدور الثاني ملكا للموهوب له وهو الابن. لماذا؟ لأن الأب تنازل له حال حياته، وقد حاز هذا السطح ببنائه فوق بيت أبيه. والحالة الثانية وهي الأكثر شيوعا في المجتمع، أن الأب لا يتنازل عن السطح، وإنما يقول لأبنائه أو لابنه ابني فوق بيتي، وبالتالي هذا لا يعد تنازلا، والابن لا يملك الدور الثاني له، ولا يملك سطح الدور الثاني ويقول لا والله الدور الثاني لي أنا. لا، أنت بنيت في ملك أبيك، ونص عليها الفقهاء أن قول الأب لابنه ابني، كلمة ابني فعل أمر راو مش ابني، ابني في هذا المكان أو ابني فوق منزلي، لا تعد هبة وإنما هي إعطاء للإذن. فهنا هذا الابن من حقه أن يطالب بما دفعه في الدور الثاني، هذا أقصى شيء، أن يقول أني دفعت فيه كذا وكذا الدور الثاني، خلاص كم دفعت؟ والله دفعت أني 50,000. نقول البيت هذا الدور الثاني يعد ملكا للورثة، ولك أن تأخذ ما دفعت فقط.